السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الآن لا تنسى الإعجاب والاشتراك في هذه القناة. الآن سوف نريكم الطريقة كيف تشغيل ألعاب البيس بي. سوف تذهبوا إلى بلاي ستور كما ترون معي، سوف تكتب بيس بي وتضغط، سوف تحمل هذا. هو كما ترى معي سوف تحمله، سوف فقد أنا قمت بتحميل هذا، أنت لا تهتم، سوف تقوم بتشغيل هذا وسوف تذهب إلى هذا وتقوم بتحميله. والآن لا نشغل معكم، سوف تدخل إليه كما ترى معي، وسوف نذهب إلى مكبرة وسنضغط عليها ونكتب بيس، وسوف تقوم بتشغيل الألعاب. هذه الألعاب إذا تكون فيها صورة DVD كمثل هذه أو الأخرى كما كانت، سوف تقوم بتحميل هذه اللعبة كما ترى معي. ها هي الألعاب، تواجه الألعاب ها هي كمثل هذه وهذه، سوف أقوم بتحميل هذه، أضغط على هنا، سوف تقوم بالتحميل معنا. ها هي كما ترى معي تقوم بالتحميل، ها هي كمثل الألعاب أخرى تقوم بتشغيل كثيرا. هذه لا تهتم، سوف تقوم بتحميلها كما ترى معي. هيا كما ترى معي، هيا تعمل تشغل. عندما تشغل سوف تخرج من هنا وتذهب إلى PSP وتدخل إليه وتضغط على هذه، وستطلعك الألعاب ها هي كما ترى معي. هذه اللعبة شغالة على PSP ها هي كما ترى معي. اللعبة شغالة كما ترى معي، هيا كما ترى معي اللعبة شغالة. الآن لا تنسى الإعجاب والاشتراك في هذه القناة.